كل ما نشغل التي في بنلاقي حدا عم بيقول لنا شو ناكل وشو ما ناكل، حتى على السوشيال ميديا نفس الشيء. لا وين المزعج انه في تناقض، يعني بتلاقي حدا عم بيقول لك بعد عن الكاربز كومبليتلي، بتلاقي حدا تاني عم بيقول لك لا الكاربز كثير مهمه للصحه وللانرجي وما بعرف شو، ولا اللي بيقول لك انه الفطور هي اهم وجبه باليوم، بتلاقي حدا تاني عم بيقول لك بلا الفطور لا بيفيد للصحه ولا شيء. دعنا والله دعنا، حدا بيقول هيك حدا بيقول هيك، في ايه مامي في ايه بابي، والله وير لوست. هيك قررت انا افوت بهالمغامره اوكي، مشان اتعرف على كثير دايتس واعرفكم معي على الدايتس، حنتعرف عليها من خلال ناس مثلي ومثلكم. انا فيجن، بودي بيلدينج دايت، كيتوجينيك دايت، صيام الجاف، ميديترينيان دايت، الصيام المتقطع، الاطعمه المحمره، الكارنيفور، بيليو بيليو كل حاجه. شو هو الدايت اللي ممكن يكون مناسب لي والدايت المناسب لكم؟ كم مرة سمعتوا إنه الواحد لازم يأكل 3 وجبات باليوم وتو سناكس وإنه الفطور أهم وجبة؟ طيب حالياً في إشاعة إنه الفطور مش كتير مهم، وإذا بتلغوا واحدة من الوجبات لسه أحسن وأحسن. مو أنا وعدتكم إنه نلاقي الدايت المناسب لكم؟ مشان هيك اليوم رح نتعرف على أكتر دايت مشهور حالياً اللي هو الصيام المتقطع أو الانترميتنت فاستينج. اسمي أيمن من الرياض، عمري 46 سنة، صيدلي ومدير تنفيذي في القطاع الصحي، ونظامي الغذائي المفضل Intermittent Fasting أو الصيام المتقطع. اللي بيناسبني في هذه الفترة بأنه أمتنع عن الأكل لحدود 18 ساعة وبأكل خلال فترة 6 ساعات. الصيام المتقطع لازم نفهم أنه هو مش نظام غذائي، هو تقنية تطبق مع أنظمة غذائية. بالصيام المتقطع بدك تصوم فترة معينة وتاكل ضمن ساعات معينة. الأشهر هو 16-8 16-8 وين الناس بيصوموا 16 ساعة وبيأكلوا ضمن نافذة أو window of 8 hours 8 ساعات. 5-2 كمان هو تاني أشهر واحد، الأشخاص بيصيروا مرتين بالأسبوع، بده يكون في فراغ بين اليومين، بيأكلوا وجبة واحدة بالنهار ما بتتخطى 500-600 وحدة حرارية. في صيام 24 ساعة، 48 ساعة، 72 ساعة، وقد ما بدك فيك تزيد. بتعرفوا شو الحلو بالصيام المتقطع؟ إنه أنتوا فيكم تقرروا أي وجبة بدكم تلغوها حسب نمط حياتكم. طب شو بتكون أحلى من هيك؟ إذا مثلا الفطور هي أهم وجبة عندكم باليوم، فيكم تفطروا على الساعة 11، تتغدوا على الساعة 3، وتتعشوا على الساعة 7. وبهالطريقة بتكونوا أكلتوا خلال 8 ساعات باليوم، وصمتوا لمدة 16 ساعة، سهلة. وإذا أنتوا عادة ما بتفطروا فيكن تتغدوا على الوحدة وتتعشوا على التسعة، وبهالطريقة بتكونوا عم تختاروا على ذوقكن ساعات الأكل. أنا شخصيا بحس فيني ألغي الفطور، بس إنه أنام جوعان نو. جدول اليوم عادة يبدأ من الاستيقاظ مبكرا شوية، أنا بصحى في حدود الساعة 5 أو الساعة 6، وعادة ممارساتي الرياضية هي اللي أبدأ فيها يومي، وبعدها أبدأ أستعد لأني أروح لعملي، أشرب قهوتي، أبدأ مهامي اليومية إلى حدود الساعة 12 أو 1 اللي وقتها يكون أول وجبة لي. بأرجع للبيت على حدود الساعة 6 الساعة 7 بأخذ وجبتي الثانية، وهذه هي فترة 6 ساعات اللي بفضل إني آكل فيها. فخلالها برضو من هذا الوقت من حدود الساعة 7 أو الساعة 6 إلى ثاني يوم الساعة 12 أكون بدون أكل. الأكل بالنسبة لي experience جدا مهمة، لأنه تكون في أوقات محدودة، وأي شيء بنستخدمه في أوقات وكميات محدودة بتزيد قيمته بالنسبة لنا، عشان كذا المفروض تكون تجربة مثالية جدا جدا. وعشان هذا السبب أحب جدا جدا إنه أختار كل المكونات اللي تكون موجودة داخل الأكل وأكون عارفها، ومن أهمها شربة الخضار.
اللي جدا مهم نتذكره انه كل الاشخاص اللي يتبعون اي نوع من انواع الصيام ضروري انهم يحرصون على جودة غذائهم في الاوقات اللي يكسرون فيها صيامهم. ضروري انهم ياكلون البروتين، الخضروات، ياكلون الدهون النافعة، ويتجنبون السكريات والموالح، الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة. واحد من الاشياء اللي ما افضل عاده تكون في سله التسوق اللي اخذها المعلبات مختلف انواع، لانه صراحه ما اكون عارف ايش اللي موجود داخلها. الان زي ما الوجبات الاساسيه مهمه جدا في حياتي، ما اقدر انسى ابدا اهميه السناكس في حياتي كمان، لكن اختار السناكس اللي تكون مفيده وصحيه. فعشان كذا دائما ازور الجزء المكسرات. المكسرات مهمة، والمكسرات اللي أفضلها غالباً اللوز، الكاجو، البيكن، حتى الفستق كمان. الأشخاص اللي بدها تصوم صيام متقطع وتستفيد صحياً وبالوزن، مفروض ياخدوا وجبتين، يأكلوا الأكل اللي بدهم يأكلوا، ويجمعوا معه السناك أو الوجبة الخفيفة. يعني انت تغديت ستيك مع خضرة مع بطاطا مشوية، ما في مشكلة يكون في نشويات مركبة، تاخد معها دغري حبة الفواكه، مش بتنطر ساعتين لتاخد حبة الفواكه أو الشوكولا الدارك شوكولات، شوكولات الداكن أو أي نوع حلو صحي. قبل الثورة الزراعية من حوالي 12,000 سنة ما كان الطعام متوفر بسهولة، فكان على الإنسان البدائي أنه يتكيف مع فترات طويلة من الصوم الغير طوعي. ظهرت ممارسات الصوم الطوعي لأول مرة من حوالي 3500 سنة مع طقوس دينية مختلفة، وظهر بمناطق مثل الهند والصين والشرق الأوسط واليونان. مع مرور الوقت تحول استعمال الصوم إلى علاج أيضاً، ويقال أنه استعمل في علاج الرئيس الأمريكي الأول جورج واشنطن. أثبتت الدراسات أنه الصيام المتقطع بيحسن من معدلات الأنسولين بالدم، هيدا شيء ما فيه نقاش، يعني عم بيفيد مرضى السكري من النوع الثاني، عم بيوطي لك معدل الأنسولين. أنسولين شو بيعمل؟ الأنسولين بيساهم بتخزين الدهون، الأنسولين بيعمل شوجر كريفينجز أو اشتهاء للسكر. طالما نزل الأنسولين عم بتجوع أقل، عم تاخد سكر أقل، وحدة حرارية أقل، وبالتالي عم تنزل وزن أكتر. ثانياً من بعدها 8 ساعات، من 8 إلى 12 ساعة، الجسم بيستخدم الطاقة المخزنة بفورم جلايكوجين ضمن العضلات، وبالتالي بيستعملها كطاقة. بعد 12 ساعة خلصت الطاقة، فبيصير مضطر يروح على الدهون المخزنة بالجسم ليستعملها كطاقة. في مرحلة المراهقة كنت بعاني من زيادة الوزن، وهذا زيادة الوزن اللي كانت بتمنعني من أن مثلاً ألعب كورة على راحتي، أني ألبس ملابس اللي أبغى ألبسها، فكنت أبغى أخسر وزن بأي طريقة. فكنت أجرب رجيم وراء رجيم، بنزل شوية وبرجع مرة ثانية بزيد أكثر، وكان دخلت في هذه الدوامة اللي ما كانت منتهية. من تقريباً حدود 14 سنة بديت أتعرف على اليوغا. بعدها بديت أحس أنه بدأ في تغيير في نفسي، وفي تغيير في وعيي بارتباط ذهني بجسدي. صار المعيار اللي أقيس بنظامي الغذائي ما هو معيار مجرد خسارة وزن، قد ما هو شيء يبني لي صحة، وقد ما هو اللي أعرف اللي فعلا بيناسبني واللي ممكن أعيش فيه. وأخذني هذا الموضوع أني أبدأ تجارب مختلفة، إلى ما وصلت لأنه الانترميتنت فاستنج هو اللي بيناسب تركيبتي بشكل أكبر. كانت فكرة استخدام الصيام المتقطع كنهج لفقدان الوزن قائمة بأشكال مختلفة على مر العصور، ولكن اشتهرت أكثر عام 2012 من خلال وثائق الدكتور مايكل موزلي مع فيلم وثائقي عرض على البي بي سي بعنوان Eat Fast, Live Longer، وكتابه The Fast Diet، من بعده كتاب الصحفية كيت هيرسون The 5-2 Diet، وكتاب الدكتور جيسون فونغ الأكثر مبيعاً بسنة 2016 The Obesity Code. السبب أني بستخدم الصيام المتقطع لأنه بحافظ على صحتي بشكل عام، بحافظ على طريقة غذائي اللي بتناسب نشاطاتي اليومية. الصيام المتقطع له فوائد جدا كثيرة. الصيام المتقطع يجدد شباب وعافية الجسم، يسهم في تحسين وظائف الأعضاء، يطرد السموم من خلايا الجسم، وأيضا يعزز عافية القلب ويدعم التشافي من السكري. أوكي،
أيمن، أنا شفت إنه في كثير ناس بيعملوا الانترميتنت فاستينج مشان الويت لوس، يخسروا الوزن. أي صحيح. أنت برأيك هل الانترميتنت فاستينج منيح للويت لوس؟ أنا أستخدمه أحيانا للويت لوس، أحيانا كثيرة إذا كنت أبغى أدخل في مرحلة ويت لوس ولا في عندي كم كيلو اللي أبغى أنزلهم، ممكن جدا إنه أستخدم الانترميتنت فاستينج، يا إنه بزيد عدد الساعات يا إنه بقلل البورشن، لكن بيساعدني كثير على الويت لوس. بس المهم نفهم إنه الانترميتنت فاستينج أو الصيام المتقطع ما بيسمح لك تاكل بالثمان ساعات شو ما بدك وقد ما بدك وكيف ما بدك، انت لازم تكون عم تطبق الصيام المتقطع مع رجيم قليل بالوحدات الحرارية، مع low carbs diet، مع كيتو، مع pescatarian، شو ما كان نوع الدايت اللي عم تعمله فيك تعمل معه صيام متقطع. شو اخر وجبة اكلتها؟ ايش رايك اوريك؟ يلا ليش تحمست؟ تعال معي يلا let's go. So is it a peanut butter sandwich? A banana, banana. It is. Okay. With a twist of Ayman. جهزت لك هذا الساندويتش اللي حتكون عشاك اليوم. حتاكله قبل نص الليل. خايف. ومن بعدها حتصوم 16 ساعة. Okay. بس مو هذا كل شيء. عشان تعيش بالكامل. أبغاك تيجي كلاس يوغا معاي قبل بعد الإفطار. لا 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 بعد، مجرد ما نخلص كلاس اليوغا بعدها راح تأكل. يا لهوي. أطول مدة صمت فيها هي 8 ساعات اللي هي 8 ساعات تبع النوم. سو كيف بدي أعمل التشالنج تبع أيمن؟ ما عم بعرف بس أحرجني سو مضطر. وش ميلك؟ انتشار الصيام المتقطع بيرجع إلى حد كبير لوسائل التواصل الاجتماعي، ولما بيختاروا أشخاص نظام غذائي بيعتمدوا على العوامل التالية: 31% من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، 28% من تأثير أحد أفراد العائلة، 27% نصحوا الطبيب باتباع الحمية، و 23% تعلموه من مؤثر أو إنفلونسر. الخلاصة بعد كل شيء عم بينزل ترندز، it all comes down أو بيرجع الموضوع للوحدات الحرارية. بتحب تصوم لأنه هيدا الشيء بيريحك، بيريح جهازك الهضمي، بيعطيك طاقة أكتر، عم بيخليك تضاين على الدايت أكتر لأنه عم بينزل معدل الأنسولين بالدم. برافو، كمل بالموضوع، بس خلي براسك أنه الموضوع فيه حسب للوحدات الحرارية، مش تقول أنا فيني أكل شو ما بدي بهالساعات لأنه أنا صمت 16 ساعة. يوجد العديد بالتطبيقات يلي بتساعد الأشخاص على الالتزام بهالنظام الغذائي، وكشفت أبحاث سنة 2023 من ماركت واتش أنه من المتوقع أنه يتطور سوق تطبيقات الصيام المتقطع بمعدل 15.7% نمو سنوي بين 2023 و 2030. من سنة 2019 كان الصيام المتقطع أكثر مصطلح غذائي بيتم البحث عنه على جوجل بجميع أنحاء العالم، ويوجد ما يقارب 5 ملايين منشور تحت هاشتاج الصيام المتقطع على إنستغرام، وبيتم نشر 52 بوست حول الصيام المتقطع بالساعة. تقرير بحث جوجل لعام 2022 بيّن أنه أكثر البلدان اهتماماً كانت الولايات المتحدة، تشيلي، أستراليا، بريطانيا وأيرلندا، ومن بعدهم تنزانيا، كينيا وجنوب أفريقيا. الصيام المتقطع أكيد بنشط الذاكرة وبيعطينا طاقة أكثر، أداء أفضل، كتير منيح لمرضى السكري من النوع الثاني لأنه كتير منيح للأنسولين، بيحارب الخلايا السرطانية، بيجدد من الخلايا اللي تعبت بالجسم، ولكن الأهم أنه هو بيعلي الجروث هورمون. الجروث هورمون هو هرمون النمو، هيدا الإكسير الحياة. لما بيعلى الجروث هورمون بيعلى عنا الميتابوليزم، بيعلى نسبة الحرق، بيعلى عنا المسل برودكشن أو بناء الكتلة العضلية، منجدد الخلايا بشكل أفضل، وبالتالي بيكون صحتنا أفضل. أوكي جايز، صار لي صايم 16 ساعة مثل ما وعدته لأيمن، في جوع طبعاً 16 ساعة، اتصلق وهلأ وصلنا على اليوغا كلاس. ما كتير بعرف شي عن يوغا كلاس، بس قايل لي إنه بعد 16 ساعة صيام في يوغا كلاس. So في يعني نيرفز، بس كمان كتير كتير متحمس. So خلينا ندخل لجوا ونشوف أيمن ونشوف الكلاس. يلا let's go.
بدأت زي العلاقة بين ذهني وجسمي، كأنهم بادين دوبهم تعرف اللي أول نظرة. أخذ مني حدود 5 إلى 6 سنوات من هذا الحوار اللامنتهي بين ذهني وجسمي عشان أبدأ أتعرف على نفسي وأكون واعي فعلاً لخياراتي الغذائية بشكل واضح. ها مهند، هلا هلا، كيف بشرني؟ كيف كان كلاسك؟ شو بشرني؟ How was it? It was challenging بالأول، mental workout بالأول، بس بعدين بآخر الكلاس everything makes sense. بس definitely challenging خصيصاً بعد 16 ساعة صيام، فحالياً صار في نوم وفي جوع. عادةً أنا أجتمع مع أصدقائي مرة كل شهر. بما أنه مهند كان انتهى من 16 ساعة اللي انتهى منها من الصيام، حسيت أنه مناسب جداً أنه يشاركنا هذه التجربة ويكون معنا على وقت العشاء في هذا اليوم. اسمي دينا الإسماعيل، I'm the Executive Director of a Leadership Academy. أيمن صديق عزيز علي. قبل 13 شهر صار عندي ارتجاع مريئي. كان من النصائح اللي أعطاني إياها أيمن جربي الانترميتنت فاستنج. في البداية واجهت صعوبة أني أصوم عن الأكل 16 ساعة، لكن it was من أفضل الأشياء اللي سويتها بحياتي، لأنها أعطتني حرية بالأكل حقي، أعطتني حرية بالاختيارات أني ما لازم أنحرم من الأكل، وأيضاً ساعدتني أني I lose a lot of weight. أيمن طبيعته هو شخص يعني مؤثر في حياة أغلب اللي حوله، فدائماً نذكر لنا موضوع اليوغا، موضوع بعض العادات الصحية، وأيضاً موضوع الصيام المتقطع. أنا صراحة أتمنى تحصل لي فرصة أجرب اليوغا. الصيام المتقطع أحس أنه بدري عليه شوي بالنسبة لي، لكن يوما ما أتوقع أني حجربه بإذن الله. مجبورين نكسر صيامنا ببروتين ودهون صحية مش بسكر، يعني شو الفايدة أنك تصوم 16 ساعة لتوطي معدل الأنسولين وأول وجبة تاخدها فواكه أو تمر أو بسكوي أو شوكولا أو حلويات، بتكون عم ترجع تعلي الأنسولين وما استفدنا شيء. فإذا نكسر صيامنا ببروتينات، يعني لحمة دجاج، سمك، لبنة، جبنة، بيض، حبوب بدهون جيدة، أفوكا، زيت زيتون، مكسرات. هيدا نمبر 1. نمبر 2 من الأغلاط الشائعة بالصيام المتقطع أنه الناس بثمان ساعات بصيروا يعملوا سناكينج. ما أنت لما تاخد سناكات أو وجبات خفيفة بتكون عم ترجع تستفز الأنسولين، عم ترجع تعلي الأنسولين، يعني نحن ما استفدنا شيء. تعرفوا شو عم بفكر؟ أنه اللي عامل intermittent fasting وطلع يتعشى أو يتغدى مع أصحابه بمطعم وهنا عم يأكل وجبة اللي هو لغية، صعب شوي على الصايم وأكورد على الأصحاب، نو؟ قبل كم أسبوع أنا وبابا سافرنا مع بعض كذا، بس ويكند مع بعض، داتر فادر بوندينج وكل هذه الأشياء، فكنا نصحى من الصباح مع بعض ونروح نفطر مع بعض. بس في هذه الفترة بابا لسه الفاستنج حقه كان يعني بيصير، فما كان يقدر يأكل معايا، لكن لسه كانت حياة ماشية عادي. أنا كنت بفطر وهو أهم شيء إنه جالس معايا، مو إنه ما بياكل. هذا مو معناه إنه مو معايا emotionally ومو ما بي مو جالس يصير connection بيننا. أهم شيء وجوده مو أكله. أول لقمة أكلتها بالمطعم كان من أطيب اللقم اللي بدوقها بحياتي، والوجبة كلها عبعضها وأيمن وأصحابه وعدنا وانبسطنا. هل ممكن أعيد تجربة الصيام المتقطع مع اليوغا؟ شكراً. يمكن، بس ما أعتقدش anytime soon، مش هكذب عليكم. شو النتيجة بالصيام المتقطع؟ الصيام المتقطع هو نظام غذائي بعدهم عم بيدرسوه، يعني بعده قيد الدرس. لهلأ نتائجه كتير promising، كتير واعدة، عنا أمل فيه كتير، ولكن مش الكل في صوم ومش الكل في صوم ساعات طويلة. أنا مع أنه يكون في مراقبة طبية إذا قررنا نصوم أكثر من 16 ل 8 ساعات إذا ما عندنا حالات مرضية، وإذا عندنا حالات مرضية نرجع لطبيبنا لنشوف إذا مسموح نصوم ولا لا. الأشخاص اللي عليهم يستشيروا طبيب قبل القيام بهذه الحمية هم الحوامل والمرضعات،
الأشخاص اللي يعانون من السكري النوع الأول، الأطفال تحت عمر 18، والأشخاص اللي يعانون من اضطرابات غذائية نفسية. إذن الصيام المتقطع ممكن يساعد على فقدان الوزن وزيادة الطاقة ويحد من بعض الحالات الطبية مثل المرض السكري من النوع الثاني، ولكن لازم يتم بشكل صحيح ليكون فعال. خلال الأوقات اللي ما عم تتناولوا فيها الطعام يسمح بشرب الماء والمشروبات الخالية من السعرات الحرارية مثل القهوة والشاي. مثل مع كل دايت لازم استشارة أخصائي تغذية قبل بدء أي نظام غذائي. حبيت كتير طريقة أيمن بالحكي ورايق هيك وزن، صرت أحكي مثله شوي يعني، ومقنع، أقنعني باليوغا وبالصيام المتقطع. بس 16 ساعة too much شوي، مش لقلي. أنا كتير متعود على my 3 meals وعلى my snacks، so مش لقلي. بس انتو شو رأيكم؟